بركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة. اللهم أمين يا رب العالمين. الله يبارك في الأصدقاء. إن شاء الله نتحدث خلال البث ده في بعض النصائح اللي هي تخص الخلايا الضعيفة، ازاي ان حال يقوم بعملية تقوية الخلايا الضعيفة دي، نقدر نقول بطريقة سهلة دون حدوث مشكلة لا قدر الله. تكلمنا طبعا في الموضوع ده، ربما يكون في اكتر من فيديو على القناة، ولكن ان شاء الله نقول بعض النصائح فيما يخص الموضوع ده. اولا الله يبارك في الجميع، بعض الخلايا نقدر نقول الضعيفة، معنى كلمة ضعيفة بس حتى يكون المبتدئ وصل الصورة، الخلية اللي هي تكون عبارة عن بروزين أو ثلاث براويز مر عليها نقدر نقول شهر أو شهرين مفيش تقدم فيه. أول خطوة علشان قبل ما أبتدي أفكر في الخلية دي أقويها إزاي، أشوف الملكة داخل الخلية وضعها عامل إزاي. هل الملكة نقدر نقول يعتمد عليها إن هي تبني خلية، ولا الملكة فيها مشكلة؟ للأسف بعضنا بيقع في أخطاء، يدعم خلية ببرواز حضنة وبروازين حضنة، وفي الآخر بيكون المشكلة في الملكة، تكون الملكة كبيرة في السن، الملكة نقدر نقول تلقيحها سيء، الملكة عامة بتكون نقدر نقول هي سبب تراجع الخلية. فأصبح أول خطوة الله يبارك في الأصدقاء يشوف الملكة داخل الخلية، هل هي كويسة؟ هل هي ممتازة؟ في الحالة دي خلاص لو اتأكدنا ان الملكة ممتازة تمام، نبص للخطوة التانية، وهي لابد ان يكون عندي مرعى من حبوب اللقاح او نشاط، تمام. دي رقم اتنين. رقم تلاتة، لابد يكون عندي في المنحل عندي خلايا قوية، يعني انا عندي خلايا دلوقتي ضعيفة عاوز ادعمها، بس لابد يكون عندي خلايا قوية. قوية بمعنى يعني يكون ما شاء الله عندي خلايا تسع بريز وخلايا عسيلات، تمام، على اساس ان انا اشيل من الخلايا القوية دي برواز حضنة مغلقة فقط. ده اللي انا محتاجه، برواز حضنة مغلقة فقط، ومن ثم اضيف برواز الحضنة المغلقة ده الى الخلية نقدر نقول الضعيفة او اللي محتاجة دعم. هنا في سؤال هيتم طرحه، طب البرواز الحضنة المغلقة ده اضيفه بالنحل اللي عليه ولا اضيفه بدون نحل؟ ده سؤال ربما يكون مهم. اولا ده يرجع نقدر نقول للخلية الضعيفة اللي عندي، تمام، يعني الخلية الضعيفة اللي عندي التلات براويز، هل هي نقدر نقول مغطية التلات براويز كثافة نحلية؟ لو مغطية التلات براويز كثافة نحلية، في الحالة دي اضيف فقط الحضنة بدون نحل. تمام. طيب فرضا ان الخلية اللي عندي نقدر نقول الكثافة النحلية اللي فيها ضعيفة، يعني نقدر نقول تغطي بروازين نحل بالعافية، لا، في الحالة دي ابتدي اضيف برواز الحضنة المغلقة بالنحل الحاضن اللي عليه. ولكن هنا لابد ان ناخذ بعض الاجراءات منع لا قدر الله ان يحدث عندي مشكلة، وهي ان انا اجي على الملكة اللي في الخلية الضعيفة اقفص عليها بقفص نص كرة، تمام، دي اول حاجة. رقم اتنين، اقوم جايب البرواز من الخلية القوية اللي هو برواز الحضن المغلقة بالنحل الحاضن اللي عليه، وأقوم ضيفه على البروازين اللي هم في الخلية نقدر نقول الضعيفة، ومن ثم أدخن على البراويز بالكامل. التدخين ليه؟ التدخين منعا أن نحدث قطال ما بين النحل. في البعض ممكن يقول لي أنا ما باجي أدعم بأرش مثلا مية عطر أو مية ورد، لا يوجد مشكلة، المهم أن الأخ النحالي يشتت الرائحة داخل الخلية الضعيفة، سواء البراويز اللي في الداخل الضعيفة أو برواز النحل اللي هو هيضيفه. يبقى أنا أقفص على الملكة في حالة واحدة فقط، وهي إن أنا أضيف برواز حضنة بالنحل، دي الحالة الوحيدة، تمام، اللي أنا أقدر أقول إن أنا أقفص على الملكة. أقفص على الملكة في حدود قد إيه؟ في حدود يوم واحد، يوم واحد 24 ساعة. عامة الأخ النحال دايما لما يجي يحط البرواز الحضنة المغلقة
ينقي برواز الحضن المغلقة اللي عليه النحل حاضن. ليه؟ لأن النحل السارح لو أنت ضفته بنسبة 99% هيرجع للخلية بتاعته مرة تانية. يبقى أصبح إن النحل يحاول ينقي نحل صغير في السن. كل الحديث اللي أنا أتكلم فيه ده لابد إن يكون الملكة اللي في الخلية الضعيفة عندها القدرة تبني خلية. طب الملكة عندها مشكلة، ضعيفة، مسنة، كبيرة في السن، فيها مشاكل في المبايض، أيا يكن. لا، في الحالة ديت قبل ما أفكر أدعم بأي برواز أغير الملكة الأول. أغير الملكة الأول نقدر نقول رقم واحد، ومن ثم موضوع الدعم ده يكون سهل فيما بعد. تمام. طيب أنا خلصت بعض الأمور اللي أنا تكلمت عليها دي، وقمت بالتعليمات اللي أنا تكلمت عليها دي، إيه اللي أقدر أقوم بيه بعد كده؟ أبتدي بقى أقف جنب الخلية دي. أقف جنبها إزاي؟ أبتدي أديها كمية تغذية، نقدر نقول معدل مثلا ربع لتر كل 5 6 أيام، كل أسبوع، على أساس إن أنا أنشط وأحفز الملكة اللي في الداخل. تمام. الأمر الأهم في الموضوع ده، ونتمنى يكون الأصدقاء اللي بيتابعونا بس يعرفونا هل الصوت ممتاز ولا في مشكلة. الأمر الأهم في الموضوع ده، وهو أنا قمت بالموضوع دوت اليوم مثلا تاريخ كام؟ 28 مارس 2024. قمت بالموضوع ده اليوم، امتى ابتدي اقول الخلية هتتقدم عندي او لسه ما زالت ثابتة؟ اجي نقدر نقول بعد 10 ايام، يعني مثلا بتاريخ 10/4. تمام. يعني بعد 10 ايام واشوف الخلية اللي انا قدمت لها دعم الضعيفة دي وصلت معايا لفين. هل البرواز ده عمل مفعول داخل الخلية، والخلية بدل ما كانت 3 براويز بقت ما شاء الله محتاجة ان انا اضيف لها برواز اساس مثلا او برواز مبني، وابتدت تتقدم؟ لو ابتدت تطلب الشيء ده معايا انا ماشي على الطريق الصح. تمام. طب لو جيت بعد 10 ايام لقيت نقدر نقول الخلية بالعكس بتتراجع تاني، لا هنا يكون عندي مشكلة اخرى. المشكلة الاخرى دي بقى ابتدي ابحث عنها، لا قدر الله يكون فيه مرض، لا قدر الله يكون عندي مشكلة داخل الخلية. الاهم في الموضوع ده ان بعد ما اقدم الدعم اشوف مستوى الملكة داخل الخلية، هل تقدمت معايا وابتدت تضع بيض، والبيض دوت في الكادر او البرواز نقدر نقول ما شاء الله مثلا 3/4 البرواز مليان بيض، ولا الملكة للأسف بتضع نقدر نقول عدد قليل من البيض، ربما يكون 10 15 عين سداسية فقط، لان ده مهم جدا. تمام. مشكور الاخ الحبيب فيما يخص الاشاره ان الصوت ممتاز، الله يجزيك الخير. نتمنى ناخذ الكلام ده بعين الاعتبار، الله يبارك في الاصدقاء. تمام. لان للاسف في البعض بيقع في اخطاء كتير جدا في موضوع الدعم ده، يدعم مره واثنين وثلاثه ويرجع لك الخليه ما بتتقدمش. لما تيجي تشاهد الامر على ارض الواقع بتلاحظ ان الخليه موجود فيها ملكه للاسف منقطعه عن البيض تماما. تمام. بأصبح الدعم اللي انت بتقدمه في الفاضي. تمام. نتمنى ناخذ الشيء ده بعين الاعتبار. امر بس لابد الاشاره ليه، انا دلوقتي ما يكون هي 7 او 8 براويز او 10 براويز اخدت منها برواز حضنه عشان ادعم الضعيف، هل الخليه القويه دي هتتاثر؟ لا. طب امتى مره تانيه اقدر اخد منها حضنه؟ يعني انا اخدت منها اليوم برواز حضنه بتاريخ مثلا زي ما احنا قلنا تاريخ 28، هل ممكن عند المقدرة اخذ برواز حضنة مرة تانية؟ نعم، ممكن اخذ منها برواز حضنة مرة تانية كمان 10 ايام، بس في حالة ان انا مش هخش موسم عسل في القريب، علشان ما ابتديش نقدر نقول كمية الحضنة اللي بتطلع او الجيش ابتدي اخد نقدر باخده وبوزعه على الضعيف فيأثر عليا. طبعا لو انا داخل موسم عسل نقدر نقول مع بداية شهر ابريل مثلا او منتصف ابريل اللي هو شهر 4 عند موسم عسل، لا هنا انا في الحالة ديت مش عاوز اضعف القوي. تمام. نتمنى بس ناخذ الشيء ده بعين الاعتبار. في بعض الاصدقاء ممكن يكون ماشي بمبدأ اخر برضو لابد ان نشير ليه، يقول لك انا عندي خلية ضعيفة بروازين، طب انا هوجع دماغي ليه؟ انا اضمها تمام على اي خلية قوية ومن ثم اخذ تقسيمة جديدة
افضل من اني اقعد ادعم واقعد اوجع دماغي واريح راسي كده. كلامك ممتاز تمام، بس لما تيجي تقوم بالعمل ده برضو الموضوع انك انت هتاخد تقسيمه نقدر نقول مثلا جديده بعد ما تضم الخليه الضعيفه 3 براويز تمام، هتبتدي برضو تدور على ملكه تمام، سواء ملكه عذراء او ملكه ملقحه موجوده عندك في النويات تمام. يعني نقدر نقول هي نفس الموضوع بس انت اخدتها بطريقه تانية تمام. اتمنى من الاصدقاء اللي متابعين معانا لو احد عنده سؤال او استفسار نتمنى طرحه ان شاء الله يترد عليه، بالخصوص في موضوع الخلايا الضعيفه، ونتمنى يتم الضغط على الاعجاب لعل الاصدقاء الاخرين ينضموا الينا ان شاء الله يشاركوا معانا في البث. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. في البعض للاسف برضه بيشتكي من موضوع الخلايا اللي بيحدث فيها تكذيب. لو جينا نبص على الخلايا اللي بيحدث فيها تكذيب، انا اتكلم بصدق وبصراحه، معظم التكذيب بيكون مننا احنا كنحالين، وانا اولكم يعني، انا اولكم برضه. خلينا نتكلم بصراحه، انا مش برمي مثل اللوم على النحال اللي بيتابعني بس، لا انا اولك. انشغال مثلا عن المنحل، تقسيم برضه في الخلايا وخليت الخلايا تربي ملكات وما كانش عندي ملكات جاهزه تمام، ملكه ماتت وانا اهملت الخليه في المتابعه. يعني نقدر نقول موضوع ان الخليه تكذب في ويحدث فيها نقدر نقول مشاكل وامهات كاذبه بنسبه ربما تقارب من 99%، بيكون السبب النحال اللي هو انا او الاخ اللي بيتابعني اللي حدث عنده مشكله. في امر بس الله يبارك في الجميع لابد الاشاره ليه. امتى يكون لا قدر الله عربية المطبخ لسه نازلة؟ الله يبارك في الأصدقاء. نتمنى لو في أي سؤال يتم طرحه إن شاء الله يتم الرد عليه. طبعا مشكور جميع الأصدقاء اللي بيتابع معانا من جميع البلدان العربية. طيب على العموم الله يبارك في الجميع، نحاول نرد على بعض الاستفسارات للاصدقاء اللي بيتابع معانا. الاخ الكريم بيقول اخويا انا عندي خليه ضعيفه جدا او ملكه موجوده، قمت بتخزين سكري، ما نفع ما الحل غير تغذيه السكري او الكندي؟ طب اللي انا فهمته منك الاخ الكريم انك انت عندك خليه ضعيفه وبتقول بالنسبه للتغذيه بتخزنها تمام، وبتتكلم على كاندي وما شابه ذلك. عامه انا اكلمك بصراحه، الربيع اللي احنا فيه او نشاط النحل اللي احنا فيه الضعيف، لا اما زي ما احنا تكلمنا في بدايه البث لا تدعمه وتشوف السبب في الضعف ايه، لا اما تضمه، خلاف ذلك انت بتضيع وقت. انا اكلمك بصراحه. الاخ الكريم بتقول ما هي أفضل طريقة لجعل الملكة تنطلق في وضع البيض بدون وجود مرعى حبوب لقاح أو رحيق؟ ما هي التغذية التي تساعد في انطلاق الملكة في وضع البيض بدون مرعى